فاحنا بنتكلم برضو هنا عن لاعبي الاهلي المميزين السابقين او الحاليين يعني. فاعتقد برضو هنا يعني الاهلي مستمر في تدعيم صفوفه. احنا ان شاء الله باذن الله يعني عندنا كمان صفقات كتيره جدا الفتره اللي جايه، ويمكن اخرهم يعني اوجستي ان هو مدير فني لفريق رجال السله. لو حضراتكم تابعتوا كان امبارح الحديث ده منتشر على الصفحات المختلفه، وكمان عندنا في قناه الاهلي تحدثنا عنه اكتر من مره. وهو كان طبعا زي ما احنا عارفين برضو المدير الفني السابق للزمالك، وبعد كده انتهى تعاقده وسافر لبلاده، وبعدين الاهلي دلوقتي بيتعاقد معاه. واعتقد هو برضو مدير فني متميز جدا، فكل التوفيق طبعا.